تتذكرون بالأسبوع اللي ماضي درسنا النورمال فلورا وحكينا عنها وقلنا إنه هي أحياء مجشرية أو تكون موجودة normally in our bodies without any damage to our bodies or to the host. اليوم راح نبدي نتكلم عن الباثوجين، عن العلاقة بين الباثوجينيك بكتيريا مع الهوست. So our relationship with microbes is very dynamic. There is a balance between the disease-causing properties of the microbes and the antimicrobial defense of the host. فإذن أكو علاقة وأكو بالانس، توازن بين دفاعات الجسم وبين خصائص الميكروب حتى يكون لي الانفكشن. فبالنسبة للميكروبس have aggressive mechanism including virulence factors. فإذا حتى الميكروبس يسبب انفكشن هو يكون يمتلك على الفاريولنس فاكتورز. الفاريولنس فاكتورز اقصد بها العوامل، او خلينا نقول مثل ما نقول انه الاسلحه اللي يهاجم بها جسم المضيف حتى يسبب الانفكشن. بالنسبه للهوست لا، هنا الهوست راح يكون بالوضع الدفاعي اللي هو حيمتلك ديفنس ميكانيزمز، هذه تكون نان سبيسيفيك، تكون غير متخصصة لجرثومة معينة. على سبيل المثال skin, acid in stomach and lysozyme in tears and mother milk. مثلا أنا عندي الجلد، الجلد والخلايا يسموها التائية، هذه تهاجم المايكرو أورغانيزمز. لما ندرس الـ relationship between host and pathogen، لا أكو مصطلحات إنه لازم نعرفها. مثلاً infection. Infection it means multiplication of an infectious agent within the body. أقصد بالـ infectious agent هو الجرثومة. فإذا تكاثر أو تضاعف الجرثومة في جسم المضيف نسميها بالـ infection. Source of infection، شنو مصادر الـ infection؟ The source of infection it may be exogenous infection، يعني قد أصاب أني لكن الإصابة مالتي من الخارج، مثلا من الpatient or carrier. carrier أقصد بالشخص اللي يحمل الجرثومة لكن ما عنده أي أعراض، or diseased animal or animal carrier. بالنسبة للendogenous infection، this infection most are normal flora cause infection under abnormal conditions. في بعض الأحيان أنه النورمال فلورا اللي موجودة في أمعائي تسبب لي الإصابة هذه، لكن بدون أن تحت ظروف معينة تكون تتحول من النورمال فلورا إلى الباثوجين. في مصطلح infectious disease، شنو أقصد بالinfectious disease؟ infectious disease is a disease caused by pathogenic organism. بعض الأحيان تقرأ أنت كلمة disease، هذه هي يتكلم عن مرض معين، لكن لما ترتبط بكلمة infectious فهذا disease تكون سبب جرثومة. عندي مصطلح pathogenic أقصد به disease causing agent، يعني الجرثومة اللي سببت الهل disease هذا أسميه بالpathogenic. مثلا for example pathogenic bacteria. For example disease is abnormal state deviation from a state of wellness or health. Contamination means that microorganisms are present. يعني لو أأتي على أرض من أي مكان وألقى موجود ورا ما أزرع ألقى موجودة جراثيم، فإذا أسمي هذا الظرف هو contamination، يعني أكو تلوث في هذا المحاضنة أو على البنج أو في أي مكان. عندي مصطلح الباثوجينيسيتي is the ability of an organism to cause a disease. فقابلية المايكرو أورجانيزم حتى يسبب الديزيز أسمي هذا المصطلح بالباثوجينيسيتي. أيضا في مصطلحين مهمة
لما أدرس علاقة الباثوجين هوست، هذه مصطلحين هي 50% lethal dose اللي هي LD 50% is the number of microorganisms needed to kill half of the host. فمثلا عندي حقل أو بالمختبر عندي مجموعة مايسز ده أريد أصيبها، فلو أحتاج إلى 50% من الميكروبس حتى أقتل 50% من هذه الانيمالز، أسميه بالهذا أسميه بال 50% lethal dose. لكن المصطلح الآخر هو 50% infectious dose، هذا هو the number of organisms required to cause infection in half of the host. فعدد الجراثيم اللي أحتاجها حتى أصيب نصف المضيف. أوكي، فهذه المصطلحين أيضا لابد أن أعرفها في مجال host pathogen interaction. Types of microorganisms. طبعا المايكرو اورجانيزمز there are three types. هي قد تكون commensal متعايشة as a microorganism can live in a host without causing any disease. فهو الجرثومة اللي تكون عايشة بداخل المايكرو الهوست لكن ما سبب أي إصابة. Saprophyte, the organism which lives on decaying organic materials. هذه تكون أحياء مجهرية تعيش المواد المتفسخة، مثلا بالحديقة عندي الأشجار المتفسخة أو بقايا الحيوانات أو غيرها، فهذه الميكروبس أسميها بالسابروفايت. باثوجين اللي هي هسه احنا هذا الكورس كله راح ندرس على الباثوجينيك بكتيريا فور اكزامبل، هي المايكرو اورجانيزم which is of causing capable of causing disease. فهو الميكروب اللي له القابلية على أن يسبب الانفكشنز. طلاب لحد الآن أكو سؤال؟ محاضرة واضحة، مجرد تعاريف بسيطة من خلالها راح تعرف الهوست باثوجين انتراكشن. أكو سؤال؟ طلاب المحاضرة واضحة؟ نعم دكتورة واضحة. ماكو سؤال؟ أوكي، يعني أستمر. تمام، عندي العلاقات بين الهوست والباثوجين ريفيو سيمبوسيس كومنسلزم موتشيلزم اند باراسيتيزم. هنا انا راح ابين نوع العلاقات بين الهوست والباثوجين، هل هي كلها او بين الهوست والميكروبس هل هي كلها انه مرضيه ام لا، ام شنو نوع العلاقات. فاول علاقه عندي الكومنسلزم is a relationship in which one of them benefit however the other neither benefits nor harmed. واحد منهم راح يستفيد الاخر لا يستفيد ولا ينظر، هذا سميها بالكومنسلزم، يعني تعايش بين الاثنين احدهم يستفيد الثاني لا، لا ينظر ولا يستفيد. Mutualism is a relationship in which both of them benefit from each other. Parasitism is a relationship in which one member benefits however the other is harmed. الباراسيتيزم هذه هي عادة تكون بين الباثوجينيك والهوست، في حالة مثلا إصابتنا بأي باثوجين مواد غذائية يتغذى حتى يتكاثر ويعيش، however الهوست اشرح هسه، فهذه أسميها بالعلاقة الباراسيتيزم. Opportunists, these are organisms that are normally don't cause disease but will if given an opportunity. هذه يسموها بالجراثيم الانتهازية، هي طبيعيا موجودة بالجسم لكن لو أتيحت لها الفرصة على أن تسبب الإصابة راح تسببها cause disease، لذلك نسميها بالان اوبورتونيستيك باثوجين، يعني الجراثيم الانتهازيه. مثالها هي نيموسيستس كاريني، هذه البكتيريا، هذه البكتيريا هي نورمال موجوده لكنها تسبب كويزنج نيمونيا
راح تسبب ذات الرئه in immunocompromised patients، الناس اللي عندهم ضعف او عوز مناعي، حتتحول هذه البكتيريا من بكتيريا normal flora الى pathogens. ايضا موجوده الاشريشيا كولاي which is normally found in the intestine، موجودة طبيعيا بالأمعاء، لكنها لو وصلت إلى المثانة أو وصلت إلى الرئة راح تسبب مشاكل، مثلا بالجهاز البولي راح تسبب UTI، وبالرئة راح تسبب نيموني وما شابه. How to determine if the organism is the etiologic agent of disease؟ شلون أبدي أحدد إنه هذه الجرثومة هي اللي سبب لهذا الديزيز؟ يعني لو عزلت مثلا، خلينا اقول هذه البكتيريا هي مسبب للتدرن، شلون نتاكد او شلون ناكد هذا الشيء؟ طبعا في ريفيو كوخس باستريتس، هذه العالم كوخ وضع هايبوثيسز اللي من خلالها بين انه كيف اثبت انه هذه الجرثومه هي سبب لديزيز معين. اول طبعا الهايبوثيسز مالته انه تتكون من 4 بوينتس، 4 نقاط. Firstly, the agent must be observed in every case of the disease. يعني الجرثومه انه لازم الاحظها، الاقيها في كل حاله من الحالات المرضيه. يعني مثلا لو كانت مسببه ل skin infection، فاي skin infection نفس الحاله تتكرر وبكل الحالات موجودة هذه الجرثومة، إذن هذا أول شيء سبب هذه الإصابة. اثنين، the agent must be isolated from a diseased host and grown in a pure culture. فإذن لازم إنه هذه البكتيريا، agent هنا أقصد بها يعني pathogenic bacteria، لازم إنه أقدر أعزلها وأزرعها حتى تطلع لي بوسط زرعي بيور، راح الاقي ان البكتيريا هذه ورا مزرعه طلعت لي. ثلاثه، when a purified agent is inoculated in a healthy but susceptible host it must cause the same disease. يعني لما ابدا اخذ هذه الجرثومه اللي زرعتها واصيب بها healthy animal او healthy host راح تسبب نفس الانفكشن. أربعة، the agent must be re-isolated from the newly infected diseased host and be identical to the previously identified causative agent. فإذا الهوست الجديد اللي انصاب لازم أزرع نفس الجرثومة اللي زرعتها أو أصبت بها. هذا المخطط يبين الكلام اللي حكيناه هسه، الأربع نقاط. فعندي هذا الأنيمال مصاب، أعزلت من عنده الجرثومة في حين الهيلثي ما موجودة. هاي أول نقطة. النقطة الثانية إنه لما أزرعها على بيور كلتشر إنه راح أعزلها البكتيريا، أوكي إذا طلعت. النقطة الثالثة، هذه البكتيريا لما أصيب بها healthy animal host راح أصيبها وتسبب لي نفس المرض. والنقطة الرابعة، لما أجي أعزل وأزرع هي أحصل على نفس البكتيريا اللي سببت الإصابة. This is the Koch hypothesis. Virulence and virulence factors. Virulence أقصد به the degree of pathogenicity، هو درجة الإصابة والإمراضية. Virulence factors، الميكروبس حتى يسبب الإصابة قلنا إنه لازم عنده virulence factors. والvirulence factors help the bacteria to invade the host, cause disease and evade host defense. فهذه الفاكتورز، خلينا نقول الأسلحة، هي تساعد البكتيريا على انه تصيب الهوست، تسبب له اصابه، و escape from host defense، ما يعني تهزم من دفاعات الجسم. البكتيريا virulence factors اللي هي adhesion factors اللي هي capsule fimbria cell wall components، ايضا عندي enzymes و toxins. هذه هي virulence factors. خلينا نبدا بالأدهيجن فاكتورز. الأدهيجن فاكتورز أول عامل من عوامل الالتصاق هي الكابسول، إذا تلاحظون بالسلايد
هذا انه الكبسول يهاج على الاتاتشمنت حتى تلتصق بالمضيف، وايضا يساعد البكتيريا وتتجنب عمليه الفاجوسايتوسيس، يعني الخلايا الدفنيه اللي بالجسم. البكتيريا لما تكون بها كبسول، الانتيبوديز اللي موجود بالجسم ما راح يقدر يتعرف على البكتيريا، وبالتالي ما راح تصير عمليه فاجوسايتوسيس. مثال على البكتيريا اللي تمتلك الكبسول هي ستريبتوكوكس نيموني وكليبسيلا نيموني. العامل الاخر هو الفيمبريا اللي هي زوائد تكون على سطح البكتيريا، تساعد البكتيريا على الالتصاق بالهوست سيلز. طبعا مثال على البكتيريا اللي تمتلكها هي الاشريشيا كولاي، تمتلك هذه الفيمبريا او نسميها البلي اللي تساعدها انه تلتصق على الهوست سيل وتسبب الانفكشن. طبعا الاي كولاي اللي يصيب الجهاز البولي ستراكشر اوف فيمبريا تكون تختلف عن الانتيرو باثوجينيك سترينز اللي تصيب الامعاء. اوكي، يعني اكو سبيسيفيتي بالالتصاق. ثالث مكون هو السيل وول، ومثال على انه ستريبتوكوكس بايوجينز موجود في جدارها بروتين جي، وستافيلوكوكس اوريوس موجود في جدارها بروتين اي. طبعا شنو وظيفة هذه البروتينات في عملية الـ هي الاتاتشمنت، وايضا تساعدها انه قلنا سكيب فروم هوست انتيبوديز، وراح توقف عمل الانتيبوديز كدفاعات للجسم. كلينس فاكتور هذه الانزيمات تكسر اليوكوسايتس. اليوكوسايتس اقصد بها كريات الدم البيض. تمام، مثال على البكتيريا اللي تمتلك هذا الانزيم هي ستافور الهيمولايسيس، هذه تسوي ديستروي للكريات الدم الحمر الار بي سيز. ومثال على البكتيريا اللي تمتلك هذه الانزيم هي ستافوريوس ستريبتوكوكس بايوجينز وكلوستريديوم بيرفرنجز. النوع الثالث من الانزيمز هو الكوغوليز، هذا العمليه مالته انه يسوي ميكس فايبرين كلوت اراس، هسه تدرسوها بالتفصيل بالمستقبل بالمحاضرات القادمه. بكتيريا كاينيز دايجست فيبرين هيلارونيدس ديسوف هيلورونيك اسيد جيلاتين اكزامبل كلوستريديوم بيرفرنجز وسايدروفوريت، تاخذ الايرون من الوسط اللي موجوده فيه البكتيريا، والبروتييز اكس اون اميونوجلوبولي اي جي اي. هذا السلايد يوضح كيف ان الهايرونيديز يعمل على الايرونان. الهيلارونان هو بوليمر يربط الخلايا مع بعضها، فلما البكتيريا تمتلك الانزيم راح تتكسر الروابط بين الخلايا، وبالتالي بامكان البكتيريا انه تنتشر وتعبر تصيب العفو الاندرلاينج تيشو. هنا أنا يبين البروتييز شلون دا يشتغل. البروتييز قلنا يشتغل على الاجسام المضاده الاي جي اي لسرها، وبالتالي راح تعود فعاليتها، وبالتالي ما راح تصير عمليه دفاعيه ان دي هوست. اوكي، الفاكتور الثالث هي بكتيريال توكسينز. The ability of pathogen to produce toxin to cause damage to host cells is called toxicity. قابلية الميكروب حتى ينتج توكسين، يعني السموم حتى تصيب الهوست تسبب له دامج، اسمي هذه العملية او المصطلح بالتوكسينيسيتي.
طبعا البكتيريا عين من التوكسينز، اللي هي اندوتوكسينز والاكسولايبوبوليسكارايد، هو يكون الاندوتوكسينز. وهذا الفيجر يبين تركيب اللايبوبوليسكارايد، يتكون من الليبيد اي والكول اللي هو جلايكوليبيد، وذي توكسيك كومبوننت هذا هو المركب اللي يكون سام، او جزء اللي يكون سام باللايبوبوليسكارايد. مثال على السيتوتوكسينز هي الاثروجينيك توكسين، النيوروتوكسين، ثيروكو هذا هو بروتين يفرز خارج جسم البكتيريا. طبعا بالإمكان جرام نيجاتيف. خلينا نشوف الفروقات بين الاكس توكسين موجود بالجرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا. الاندوتوكسين فقط بالجرام نيجاتيف بكتيريا. شنو التركيبة الكيميائية للاكسوتوكسين؟ هو بولي هو اللايبوبوليسكارايدز. وين المعلومة على البلازميد وعلى البكتيريوفيج؟ الاكس اندوتوكسينز موجودة على الكروموسوم. توكسيس يكون مستقر بعدها يبدأ ديستروي. مود اوف ترانسميشن، شلون تنتقل الامراض تو هيومن اور تو هوست؟ اولا كونتاكت ترانسميشن، عن طريق الكونتاكت الاتصال خلينا نقول، او التاتش، فتكون دايركت كونتاكت اللي هي تاتش كسكس انيمالز، او اندايركت اللي هي دور نوبس تاولز فونس، يعني اني ثينج از كونتامينيتد. او بعض الاحيان فيكل ترانسميشن اللي هي عن طريق ووتر بورن، فود بورن، اند اير بورن. يعني مثلا خلينا نقول اير بورن عن طريق ذرات الهواء او رذاذ الهواء تنتقل. بالنسبه للفود بورن مثلا الاكل الغير مطبوخ جيدا. ووتر بورن مثلا هنا ملوث، الووتر ملوث بالاورال فيك، فهذا ايضا من خلاله حصير الاصابه. بعض الاحيان ينتقل عن طريق الفيكتور. الفيكتور اقصد به هو انفكتد انيمال، الحيوان المصاب. بالامكان ان ينقل الجرثومه الى الهيومن. اكثر الفيكتورز هي انسكتس، الحشرات اللي من خلالها تكون وسيط ناقل للانفكشن تو هيومن. This slide titled with spread of infection in a population، شلون تنتقل الاصابه؟ طبعا the reservoir can think of the reservoir as the source of the organism. فاذا شنو مصدر الجرثومه هذا حتى تنتقل الاصابه؟ قلنا قد تكون human source، يعني تنتقل من الهيومن، او قد تنتقل from animal or non-living source اللي هي soil and water. Stages of bacterial infection، كيف انه يصير bacterial infection، شنو مراحل الاصابه البكتيريه؟ هذا السلايد جدا مهم. فبدايه transmission from external source، لازم انه تنتقل من قلنا من المصدر خارجي، وموجوده four important portal of entry، أربع مناطق من خلالها تدخل البكتيريا إلى الجسم وتسبب الإصابة.
اللي هي respiratory tract تدخل عن طريق الجهاز التنفسي or gastrointestinal tract or genital tract or skin. فتختار نسميها entry of portal of entry. الخطوة الثانية حتى تصير bacterial infection هي invasion of primary host defense، انه لازم انه تخترق او تعبر الدفاعات الجسم الأولية. اوكي، الخطوة الثالثة هي adherence to host cells، تبدي ورمقة الدفاعات لابد انه تلتصق بخلايا الجسم، بعد ان التصقت وثبتت نفسها راح تصير colonization site of adherence، يعني بورما التصقت راح تبدي هنا راح تبدي تستعمر المكان وتتكاثر. الخطوة الخامسة او الستيج الخامس هو symptoms of disease، راح تبدي تظهر الأعراض المرضية. ليش؟ لأنه بسبب التوكسينز اللي فرزتها البكتيريا، وأيضا بسبب الانفلاميشن اللي تسبب اللي صار بالمكان، مكان الالتصاق والاستعمار وتكاثر البكتيريا. الستيج السادس هو هوست ريسبونس، راح يبدأ الجسم يسوي استجابة مناعية اللي هي سبيسيفيك كانت نان سبيسيفيك. فسابع تستمر الإصابة or resolution of the disease، يطغى دفاع الجسم وبدون مصير بدون الحاجة إلى العلاج، إنه الجسم يكون كفيل بالدفاع عن الجسم وينهي الإصابة. طلاب واضح؟ ضرب المعامل نعرف المرض أو أوصل المرض موجودة عندي 3 definition اللي هي يقصد انه الاعراض اللي يحس بها المريض commonly felt by the patient. science العلامات او ايضا معناها اعراض اللي هي observed كي اكو اصابة. السيمبتومز لا، المريض شي يحس both of disease بالبداية إصابة وأول ظهور للعلامات أو الأعراض. The prodromal period, short duration, period of initial mild signs or symptoms. فهنا راح تبدي شلون نقول الأعراض التفاضي، لا الفترة الماضية تقل أو تضمحل الأعراض. Signs and symptoms start to decline وبعدها the period of convalescence اللي هي re against strength، يعني اللي يقصد بها انه المريض يبدي يتعافى. عندي مصطلحات انه اللي يقرأ اللي هي sepsis the presence of pathogens and their toxins in tissue or blood، وجود الجرثومة وسمومها في الدم او النسيج نسميه بالسبسيس. Bacteremia, the presence of visible bacteria in circulating blood. هنا يعني لو شخص مصاب وموجودة البكتيريا في الدم، يعني ورا ما أزرع له وألقى إنه الجرثومة وآخذ سامبل من الدم وأزرعه، فأوكي هاي الحالة سميها بالبكتيريميا. Endotoxemia is the presence of endotoxin in the blood. Septicemia, septicemia means the illness that occurs
when poisonous substances اللي هي toxins produced by certain bacteria enter the bloodstream. وعندي المصطلح الأخير biogenic infection refers to bacterial infection that leads to the production of هنا البايوجينيك انفكشن اقصد بها بعض الاصابات البكتيريه تؤدي الى وجود البصص. البصص اقصد بها الخلايا القيحيه اللي هي الجراحه احنا نسميها. اذا تكون موجوده اسمي الاصابه بالبايوجينيك انفكشن. عندي ديزيز ان ذا بوبيوليشن ايضا هاي المصطلحات انه لازم نعرفها. Sporadic disease ايش اقصد بيها؟ Outbreak occurs in population occasionally and at irregular intervals. يعني هنا نصير عندي انتشار امراض يكون بفترات غير منتظمه، يعني مو يعني ما يجي انه كل سنه لازم بنفس الوقت. For example, many gastrointestinal disease from contaminated food. مثلا عندي typhoid fever. هذه ناتجة عن أكل الفود الملوث تأخذوها بالمستقبل. Endemic disease for example cold يكون مسببات قليلة وموجود أمراض الكول. Epidemic disease enter schools. مثلا عندي هذا المثال وجود النكاف في المدارس. اوكي يعني ده يصير مثلا عملية وباء في مجتمعات معينة اللي نقصد بها مثلا فور اكزامبل المدارس ده يصير عندنا نكاف في مدارس معينة فأسمي بالإبيديميك ديزيز. المصطلح الأخير واللي هي المفروض كل واحد يعرفه خاصة إنه صار عندنا كوفيد 19 هو البانديميك ديزيز. هذا هو انتشار الوباء، لكن شنو الوباء؟ ما راح يكون مجمع حدوث أمراض أو وباء على مساحات كبيرة كالعالم. For example, worldwide COVID-19. فهذا نسميه بالبانديميك ديزيز. هذه نهاية محاضرتنا لهذا اليوم. أتمنى الكل استفاد منها والكل سمعها. وأي طالب عنده سؤال إن شاء الله حاضرة لجوابه. طلابك بس راح انزل لكم لينك الحضور. هذا لينك الحضور اتمنى ان الجميع يكتب اسمه. ممكن تعيد سلايد 23. طيبة رياض، لينك الحضور تناقلوه بينكم سلايد 23 دقيقة.